حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم من يوصي بدفنه في محل قد دفن فيه أهله وأولاده؟ هل نوفي بوصيته أم لا؟ إذا أوصى بأن يدفن في مقبرة دفن فيها أقاربه لا بأس، إذا كان ما في كلفة. أما إذا كان في كلفة من النقل من بلاد إلى بلاد ما في حاجة، يدفن مع أقاربه في أي مكان. لكن إذا كان في البلد ولا في كلفة هذا حسن، حتى تسلو زيارتهم، حتى اللي يزورهم جميعا لمقبرة واحدة فيه مصلحة. لكن إذا كان في كلفة فسائل نفقة فلا حاجة إلى هذا الشيء، ولا تجب ولا يجوز بهذه الوصية. كان ينقل من بلاد إلى بلاد بدون موجب وفيه كلافة على الميت، قد يكون فقير قد يكون أهله فقراء. فالحاصل أنه لا أصل للنقل، ولم يكن الصحابة ينقلون من بلد إلى بلد رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأفضل عدم النقل إلا من حاجة إلا مصلحة، كالذي يموت بين الكفار ينقل يدفن بين المسلمين لا بأس، وإن نقل يدفن بين أهله بدون مشقة فلا بأس.